جريمة الموتى تهز أمريكا، اعتراف ببيع أياد وأقدام ورؤوس بشرية في جامعة هارفارد. فما القصة؟ دونيز لودج، احفظوا هذا الاسم جيداً. دونيز هي زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد، شحنت أجزاء بشرية مسروقة إلى مشترين ونقلت البضائع بين الولايات المختلفة واعترفت بالذنب. هي ليست المرة الأولى لدونيز ولا لزوجها، فوفقاً للتحقيقات الفيدرالية عام 2020 كانت دونيز العقل المدبر، تفاوضت على بيع أعضاء بشرية عبر الإنترنت تضمنت 24 يداً وقدمين وتسعة أعمدة فقرية وجماجم ولائحة تطول. دفاع دونيز كان نوعاً من السخرية السوداء. لم يخسر أحد المال، فالأمر أشبه بمعضلة أخلاقية وأدبية. هذا ما بررته محامية دونيز في إحدى المقابلات، وأشارت إلى أن زوج موكلتها كان المتهم الرئيس، أما هي فقد تماشت مع الأمر نوعاً ما. مسكينة دونيز، عذر أقبح من ذنب.